الجولة. مساكم الله بالخير مستمعينا محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان في برنامجكم الرياضي اليومي الجولة برعاية زيوت فوكس. ورحب فيكم أنا ثامر الحميد في تقديم الحلقة من الإعداد الزملاء عبد الله المحضار وعثمان الصولي. أذكركم في البداية بأرقام التواصل، حاب يتواصل معنا على STC 8 3 4 8 STC 8 4 4 4 8، موبايلي 630 590، موبايلي 630 590، زين 732 22 22. مبروك للاتحاد إدارة وجماهير الفوز وتأهل للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، ما هي بجديدة على الاتحاد، وكان يمكن الكثير يتوقع أنه الاتحاد يكون موجود في هذا الدور. الأسباب كثيرة، منها خالد القروني مدرب يتميز في مباراة أو مباريات الذهاب والإياب. أمس ما شاء الله عليه كابتن خالد الشنيف تكلم ويمكن قرر المباراة قبل بدايتها وقال أن ممكن الاتحاد هو اللي يدخل ضاغط على أساس أن يحاول يسجل هدف ويضغط أكثر على الشباب، وهذا ما حدث فعلا في المباراة. الاتحاد ذهابا وإيابا استحق الفوز، وأنا ضد نغمة أنه لا عشان الحكم وعشان الاتحاد، الاتحاد كان أفضل من الشباب في المباراتين، في مباراة الذهاب ومباراة الإياب. حتى لو بعض الآراء اللي تقول لا الاتحاد فاز في المباراة الأولى بطريقة أو بأخرى أو أنه كان فيها أخطاء تحكيمية، لا لا، حتى الشباب كان عاجز أمس أنه يقدر يسوي شيء أمام الاتحاد في مباراة الإياب. مجموعة مباراتين واضح التفوق الاتحادي كبير جدا على الشباب. نقول مبروك مرة ثانية، ويمكن أفضل عنوان نقدر نقول على مباراة أمس وتأهل الاتحاد على الشباب في حضرة المطانيخ، اختفى القادح. اليوم مباراة الهلال مع بونيديكور الأوزبكي. الهلال إن شاء الله يعني اليوم يكتمل الاحتفال السعودي بتأهل الهلال، بعد قلت تحتفل الاتحاد ضد الشباب، لا بس أنه تأهل فريق سعودي، وهذا كان حظنا للأسف وسوء الحظ أنهم يتواجهون مع بعض الاثنين الاتحاد والشباب. لكن اللي فاز وكمل نقول مبروك ورح نبقى معك، خلاص اللي طلع يعني قدم عليه الشباب، انتهى الموضوع، خلنا الآن قلبا وقالبا مع الفريق اللي راح يستمر في البطولة. أيضا نتكلم على الهلال، إن شاء الله نتمنى اليوم الهلال يضرب بقوة. وأيضا الهلال يمكن الصور اللي شفناها قبل شوي على الهلال والجماهير والمدرجات والتيفو الهلالي، كيف الصور والصور اللي خلف الأبواب اللي هي عبارة عن صورة إحدى الاحتفالات اللي كانت الحد، طبعا الكابتن سامي الجابر مدرب الفريق، يعني هذا شيء جيد. واليوم يمكن سامي الجابر راح يحتفل مع الفريق بالتأهل لدور الثمانية إن شاء الله، ويكون عندنا فريقين في دور الثمانية ويستمرون إن شاء الله الدور الأربعة. هذا طبعا ما راح يقدرون يستمرون للنهائي لأنه النهائي راح يكون فريق من الغرب وفريق من الشرق، لكن نقول إن شاء الله أن يكونون الاثنين في دور الأربعة، نضمن واحد منهم في نهائي البطولة. الهلال اليوم كل مثل ما تكلمنا على احتمالات أمس الاتحاد والشباب، نتكلم اليوم أيضا على الهلال
كل يعني المقومات الإمكانات موجودة في نادي الهلال، مدرب ذكي، لاعبين على مستوى حتى اللاعبين الأجانب، اللاعبين السعوديين، ومعدل أعمار جيد، شفنا عطفا على مشوار الفريق في البطولة حتى الآن، وعطفا أيضا على مستوى الفريق في مباراته في أوزبكستان. واضح أن الهلال فارق في المستوى والإمكانيات بشكل كبير جدا بينه وبين بنديكور، لكن الإحساس بالمسؤولية وعدم خلينا نقول انه خلاص احساس اللاعبين المباراه انتهت من الذهاب، لا، لازم يكون مباراه اليوم لها الطعم او خلينا نقول الاحساس والحماس عند اللاعبين، تقديم شيء والفوز، والمفروض انهم ينهون المباراه من الشوط الاول. برجع لموضوع الهلال والجمهور، وان شاء الله راح يكون معنا مداخلات، بس بتكلم شوي على موضوع الكابتن خالد مع نادي الاتحاد. تكلم خالد القروني عن المباراة وعن الفوز والتأهل في حديث خاص مع الزميل مازن قحطاني لإذاعة مكس اف ام وبرنامج الجولة، ورح نسمع بعد شوي. وقبلها بتكلم عن مختار فلاتة. جماعة مختار فلاتة قاعد يقدم كرة قدم، يعني أشوف أنا مختار فلاتة من أفضل اللاعبين السعوديين، مو بس كمهاجم، لا بصراحة تحرك، لعب كرة بدون كرة، اللاعب هذا قاعد يقدم مستوى جدا مميزة، يا يسجل يا يصنع، دائما تلاقي له لمسة في أي هدف للاتحاد، سواء التحرك إنه يسحب معه أكثر من لاعب إذا كانت الكرة من معه، أو في اللمسة قبل الأخيرة، وشفنا أمس الكعب الكرة اللي أعطاها الفهد المولد، أو الهدف الأول اللي سجله مختار فلاتة. مختار فلاتة نجم قاعد كل يوم يتطور أكثر من اليوم اللي قبله، مو بأول مرة نمدحه، لكن بصراحة كل يوم قاعد يعطي أكثر من اليوم اللي قبله. نتمنى إن شاء الله مختار فلاتة إنه يستمر على ما هو عليه وأفضل. خالد القروني، في البداية راح أبكى بريدات مكسفين، بتأكد ألف مبروك تأهل لدور الثمانية، ألف مبروك، هذا اللي أنا أشوفه إنجاز مع لاعبين الشباب هؤلاء في نادي الاتحاد. كلمتك البداية. والله شيء الحمد لله، أول شيء يعني أبارك الجمهور الاتحادي، أبارك للاعبين، أبارك لإدارة الاتحاد وأعضاء الشرف وحتى الأجهزة حقيقة. شيء طبيعي إنه يعني تحقيق المباراة هذه أو التأهل، أنا أعتقد إنه لما أنت تفوز على فريق كبير زي الشباب، هذا دلالة على إنه فريق الاتحاد يملك عناصر جيدة، هو يملك الروح اللي تساعده على تحقيق الانتصارات. فأنا أعتقد أنه إن شاء الله، أنا أقول هذه خطوة إن شاء الله يعني للجاي إن شاء الله، على أساس تحقيق إنجازات، الوصول لمباراة النهائية، تحقيق بطولة كأس آسيا بإذن الله إن شاء الله. أنا عارف أنك مسؤول لمرتبة مع اللاعبين، ولكن سؤال الأخير بصراحة، الاتحاد السعودي تحترم عقدك، أنت عقدك مع الاتحاد السعودي، أيضا مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، أيضا عقدك مع نادي الاتحاد انتهى الآن تقريبا. هو مو بعقد بالنسبة للاتحاد السعودي، نادي الاتحاد مو بعقد، الاتحاد السعودي في عقد، لكن نادي الاتحاد ما كان في عقد، فيه يعني خلينا نقول زي إعارة أو تكليف من قبل الاتحاد السعودي وموافقة. طبعا أنا الآن ممكن ممكن يعني اتكلم مع الاتحاد السعودي، لكن ان شاء الله يصير كل خير. يعني انا سواء خدمت في الاتحاد السعودي كره القدم او نادي الاتحاد او اي نادي، انا اتشرف به، يعني بالعكس لها خدمه الوطن، بس الانجاز له طعم انه يكون البدايه للنهايه ان شاء الله. الله يسلمك، شكرا حبيبي، تسلم. هذا كان حديث الكابتن خالد القروني مدرب نادي الاتحاد. انتهى يمكن الاتفاقية، خلينا نقول، لأنه يقول خالد القروني ما عنده عقد بينه وبين نادي الاتحاد، أو الإعارة اللي أخذها خالد القروني لنادي الاتحاد. الأخبار عندنا في برنامج الجولة، الكابتن خالد القروني يقول إنه في عقد بينه وبين الاتحاد السعودي، بس بصراحة نحاولنا إحنا يعني ندور في الموضوع هذا، ما لقينا في عقد إلى الآن ما بين الاتحاد السعودي والكابتن خالد القروني. إلى الآن ما بين 55-60% يستمر خالد القروني مع نادي الاتحاد، وهذا اللي أتمنى أنا بشكل شخصي. يعني في بعض الأمور ممكن تحدد استمرار خالد القروني مع نادي الاتحاد من عدمها، مثل نوعية اللاعبين الأجانب،
يعني هل الفريق بيتعاقد مثل ما هو قاعد يطلع الآن في الإعلام أنه بيتعاقدون مع حسن الطير وأحمد فتحي؟ فإذا كانت مثل هالنوعية اللاعبين هم اللي راح يكون في نادي الاتحاد الموسم الجاي أكيد راح يكون معهم خالد القروني. إذا تم التغيير الوجهة مباشرة أو كليا عفوا أنه يروح للاعبين مبالغ أكبر وكلهم سوبر ستار خمسة، هذه يمكن التوجهات الموجودة. وإلى الآن النقاش داخل البيت الاتحادي، القروني مستمر مع نادي الاتحاد، وهذا اللي أنا أتمناه. إلى الآن هو طبعا معار، ممكن احتمال يتمدد بصراحة مع المدرب. المدرب أنا أشوف أنه نجح بكل المقاييس خالد القروني، نتمنى أنه يستمر مع الاتحاد. عارف عنده ثقافة المباريات ذهاب وإياب، قاعد يعطي اللاعبين إمكانياتهم واضحة. ما نشوف التخبيص اللي نشوفه مع بعض المدربين الأجانب، أنه لاعب مهاجم تلاقي صانع لعب، لاعب صانع لعب فجأة تلاقي مهاجم، لاعب ظهير تلاقي محور، محور تلاقي سنتر. يعني هذه نشوفها بعض الأحيان وتزعل صراحة لما نشوفها من المدربين يجربون في بعض الأحيان ليه ما يمشي على خط واحد. هذا المدرب الأجنبي خاصة اللي ما أخذ تجربة في الشرق الأوسط أو في الملعب السعودية. إحنا عندنا مدربين يعني مثل خالد القروني بصراحة عارف الفريق وعارف كرة القدم السعودية وعارف نادي الاتحاد، خلوه يعني وش اللي بيجي يقدم أفضل مدرب ممكن راح يجيب نادي الاتحاد؟ وش بيقدم أكثر من اللي قدمه خالد القروني أو راح يقدمه خالد القروني؟ ما أتوقع. فنتمنى خالد القروني يكون موجود مع نادي الاتحاد الموسم القادم بعقد لمدة سنتين مثلا، مثل ما صار مع الكابتن سامي الجابر. سامي الجابر امتدحنا كثير إدارة نادي الهلال على تعاملها في توقيع العقد مع سامي الجابر، طريقة تقديم الوسائل الإعلام كانت مميزة جدا، التعاقد يعني كان يمثل شيء لنادي الهلال سنتين قابلة للتجديد. شفنا سامي الجابر الآن منافس على كل البطولات المحلية، بقت الأهم بالنسبة لسامي الجابر والهلال والهلاليين اللي هي بطولة دوري أبطال آسيا. إذا ما تأهل الفريق اليوم وهذا الأقرب بنسبة كبيرة إن شاء الله راح يتواجد الفريق في دور الثمانية الموسم المقبل، وإذا ما استمر الهلال وسامي الجابر الموسم المقبل على نفس ما هم عليه أتوقع راح يكون منافسة قوية وراح يكون منافس وطرف ثابت على المنافسة. فكل الأمور هذه نتمنى أنها تستمر مثل هالتجارب، ما راح أقول تجارب، هي إلى الآن تجربة بالنسبة للاتحاد مع خالد القروني لأنه ما كان في عقد مثل ما قال كابتن خالد القروني، لكن إن شاء الله أنه ما تكون تجربة تكون عقد رسمي اللي سامي الجابر والهلال. البعض يقول هذه تجربة الهلاليين أو إدارة نادي الهلال، لا سامي الجابر بالنسبة للهلال ما هو تجربة، هذه كانت قناعة أنه سامي الجابر يستحق هذه الفرصة وأخذها وهو قدها، وشفنا النتائج الآن. الرجل قاعد يقدم مستويات أكثر من مميزة وقاعد يحرج كل من انتقده. يعني البعض كان يقول لك ها يعني تعرفون أنت عواطف الجماهير والعواطف بعد الإعلاميين اللي ودهم أنه الموضوع يفشل، بس سامي الجابر لا، يعني إلى الآن صامد الرجل قاعد يقدم كرة قدم جميلة جدا مع نادي الهلال مرتبطة بالنتائج. لا بتكلم بعد الفاصل على موضوع وبنرجع يعني بعد الفاصل ايضا عن موضوع التيفو الهلال، وراح يكون عندنا مداخلات مع الهلاليين، وايضا راح نتكلم على النظام الاساسي للاتحاد. الجولة مستمرين معكم في برنامج الجولة، وذكركم بأرقام التواصل. حب يتواصل معنا STC 8348 STC 84448 موبايلي 630-590 موبايلي 630-590 زين 732-22. قدم مدير الكرة بنادي الاتحاد الدكتور محمد السليمان اعتذارا لجماهير نادي الاتحاد ومسؤولي عن الاستمرار في منصبه مديرا للكرة،
وكان ذلك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وقال قدم اعتذاري للجماهير الاتحادية وأن ابتعادي عن منصب مدير الفريق لظروفي الشخصية، ولكن سأتواجد لخدمة العميد. كل الشكر لفريق العمل الرائع الأخ إبراهيم البلوي وحامد البلوي وجميع الزملاء من جهاز فني وإداري وطبي ولاعبين لمساندتي في الفترة الماضية. نرجع لموضوع الجمهور الهلال، ويمكن اللي يسمعونا الحين اللي رايحين اكيد في جماهير كثيره رايحه في الطريق للملعب، وفي اللي راح تروح بعد شوي. يمكن شفنا الصور على التيفو الهلالي، العباره اللي مكتوبه على الواجهه في المدرج، وايضا الصور او الصوره اللي كانت خلف الباب اللي فيها الصوره الكابتن سامي الجابر في احدى طبعا الفرحات اللي كانت بعد اي هدف هلالي. يكون معنا الان مسؤول العلاقات العامه في نادي الهلال ياسر الطلاسي. حياك الله معنا ياسر. والله سهلا على استاذ عمر، كيف حالك؟ طيب بخير الله يطول عمرك. شلونك؟ تمام الله. وش الحركات؟ ها؟ ناقص وجودك في الملعب بس. لا اكيد ان شاء الله قلوبنا معكم اليوم ان شاء الله باذن الله. كيف اليوم بس تعطينا الفكره عن التيفو الهلال والجمهور التواجد اليوم؟ طبعا بدايه ارحب فيكم. التيفو الهلال بدينا فيه بداية الشغل كانت من أمس الليل بعد مباراة الاتحاد والشباب. كانت الجهود يعني من الشباب المجلس كبيرة، خاصة أكثرهم طلاب تفرغوا اليوم من الصباح إلى الوقت هذا لرسم المدرج بعبارة إن شاء الله أن تكون يعني تعطي دافع للاعيبة في الملعب إن شاء الله. ياسر يقولون أمس أنت ما شاء الله لين إلى الساعة 12 بالليل وأنت في الملعب. والله لازم لأن التيفو لأول مرة، يعني لأول مرة كان التيفو راح يكون أول مرة على الملعب كامل. يعني هي المرات الماضية كانت في الواجهة فقط صح؟ إيه طبعا لأول أول نادي يسوي تيفو على الملعب كامل طبعا. طيب بالنسبة للبروفات اللي صارت، يعني يمكن نشوف هل راح يكون التزام الجمهور الحاضر راح يكون على الأطراف خلف الأبواب، راح يكون نفس التفاعل يعني حبكة التيفو على قولتهم نفس اللي موجود في الواجهة؟ والله أتوقع، خاصة إنه خلاص يعني أي قبل أي مباراة لازم تسمع وتشوف يعني الناس الجماهير تطالب فيك بالتيفو، يعني صار جزء أساسي في المباراة، فأتوقع إنه يعني الكل يجي ويتحمس علشان هذا الشيء. طيب ياسر أنت جهودك ما توقف بس عند التيفو أو غيرها، حتى في التذاكر، باقي تذاكر ما بيعت المباراة اليوم؟ والله باقي تقريبا ما يقارب حوالي 12,000 تذكرة، وإن شاء الله نتمنى للجمهور يعني، وباقي على المباراة وقت طويل وإن شاء الله بإذن الله يعني راح يجون إن شاء الله. يعطيك العافية ياسر وشكرا لجهودكم الغير مستغربة. تفضل أستاذ سامر. طبعا اليوم راح يكون فيه المفاجأة إن شاء الله غير كيف، وإن شاء الله الدقيقة 5 راح يكون خاصة الكابتن أبو فهد صالح النعيمة. هذه في أي دقيقة؟ 5؟ دقيقة 5 من المباراة. الرقم الفني أيوة. وش راح يصير؟ طبعا الرابطة مشجعين جهزوا أحزوجة خاصة لأبو فهد، بالإضافة للعبارات العبارات الخاصة لل في عبارة في عبارة ولا ناخذها من صلاح؟ لا لا تاخذها من صلاح ان شاء الله. وما انسى طبعا اشكر عضو مجلس الاداره الاستاذ راشد العنزان على دعم المتواصل لمجلس الجمهور الهلالي. طبعا وشخص ما يحب يذكر اسمه لكن يعذرني
يستاهل عندما يقدم شغل للجمهور. وإن شاء الله الممثلين الوطن اليوم إن شاء الله أنتم قدها ياسر، يعطيك العافية. شكرا. شكرا لك. معنا مسؤول علاقات العامة في نادي الهلال ياسر الطلاسي. ناخذ نشوف صلاح البطاطي. صلاح رئيس رابطة نادي الهلال، عطنا العبارات حق أبو فهد. صلاح تسمعني؟ ألو. حياك الله صلاح. هلا حبيبي، هلا الله حيك. كيف حالك؟ طيب الله يسلمك، الله يعطيك العافية. الله يسلم. كيف سمعت ياسر الطلاسي شو يقول؟ يقول عبارات عن صلاح. ياسر أبو أم ياسر بالعكس، أنا تمنيت كمان تأخذ منه معلومة. هو يتكلم على الشباب اللي تفرغوا، وأنا أقول لك هو من الساعة 12 في الليل وما مشي إلى الساعة 6 الصباح، وكان عنده اختبار اليوم يعني. الله يعطي العافية ياسر جندي مجهول، ويعطيهم العافية الشباب كلهم ما يقصرون. وقبل هذا كله يعني بصراحة دعم الإدارة، دعم الأستاذ راشد العنزان، والأستاذ بصراحة اللي قريب علينا دائما الأستاذ حمداني، حمد الحمداني أي، والحميدي والأستاذ سامي أبو خبير. الناس دول بصراحة داعمين في كل حاجة، أستاذ راشد العنزان، خالد المليح، الناس دول ما قصروا معانا، وإن شاء الله بإذن الله نحن نبيض بالوجه اليوم. طيب صلاح، وش العبارات اللي تفات سواء خاصة بالكابتن صالح النعيمة أو العبارات الثانية؟ هل في شيء جديد اليوم ولا بتستمروا على ما كنتم عليه؟ والله كنا احنا طبعا نسوي تيشيرت كبير عليه رقم 5 تمام، مع ترديد كلمة صالح في الدقيقة 5. هذا إن شاء الله يعني حتكون تكريم، يعني أقل تكريم نقدم الكابتن صالح النعيمة. وغير كذا ان شاء الله انه باذن الله يعني راح نتواصل في الهزيجه على طول. احنا حسنا المباراه هذه الهزيجه الجماعيه اكثر، صحيح يعني هي اللي إيه طوال 90 دقيقه اي طوال 90 دقيقه هذه اللي احنا يعني. غير كذا احنا ان شاء الله بتشوفوا تيفو اليوم غير عن اي تيفو ثاني، يعني ان شاء الله انه باذن الله راح نسوي عباره عن تيفو متحرك، يعني هيكون متحرك مع دخول اللاعبين. شلون متحرك يا صلاح؟ شلون راح يكون متحرك؟ خليها مفاجأة أحسن. خليها مفاجأة. طيب بس عشان الناس يعني حتى اللي يسمع برضو اللي يستوعب الموضوع. والله إحنا عبارة عن إنه التيفو يطلع ويرجع ينزل ثاني، يرجع يطلع ثاني، يعني يختفي ويبان، عارف؟ يعني زي الأمواج. زي الأمواج، يعني يطلع التيفو عارف بعد كده ينزل. خلاص يختفي التيفو، يرجع يطلع ثاني التيفو، يرجع ينزل. فهذا يعني حاجة حركة. فكرة مين هذه سنة؟ والله مو مشكلة فكرة قد ما فكرة التطبيق، يعني احنا اهم شيء عندنا التطبيق والنجاح، نجاح للكل يعني الصراحة. انا كربطة مشجعين انا اقول لك اذا في اي نجاح ما ينسب لي الحالي، معي الاخ محمد العفيفي النايب والاخوان في اعضاء الرابطة كلهم ما يعطيهم العافية، الا بالعكس اذا في قصور فهو القصور مني انا الحالي. لا ان شاء الله فيكم الخير كلكم يا صلاح، بالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك حبيبي. الله يخليك. يعطيك العافية. رئيس رابطة نادي الهلال صلاح البطاطي. نذكر بأرقام التواصل STC 8348، موبايلي 630-590، زين 73-22-22. تعقد لجنة تعديل النظام الأساسي لاتحاد القدم السعودي اجتماعها النهائي برئاسة خالد المعمر وعضوية إبراهيم الناهض ومحمد الربدي وفوزي الباشا وحمود الشمري وعبد الله العريفي، وذلك لمراجعة أو المراجعة النهائية بعد أن شهد النظام تعديلات قبل أن يقر التعديل النهائي للنظام. ويتوقع أن يعقد رئيس اللجنة مؤتمرا صحفيا لشرح التفاصيل الجديدة التي طرأت على النظام الأساسي. وأشارت بعض طبعا المصادر الإعلامية أن أمانة اتحاد القدم السعودي تعكف حاليا على إعادة الهيكلة لعمل الاتحاد، حيث تقرر أن يتم إنشاء 12 إدارة تنفيذية بعدد اللجان التابعة لها، حيث سيقتصر عمل اللجان على التخطيط والترتيب والتنظيم الاستراتيجي، على أن تتولى الإدارات التنفيذية الجوانب التطبيقية، وستقوم الأمانة بالتنسيق مع رؤساء اللجان بتشكيل إدارات على أن تعلن في اجتماع الاتحاد المقبل. يعني أغلب مصادرنا في برنامج الجولة تقول أنه أغلب التعديلات راح تكون تنظيمات إدارية في اللائحة وللأعضاء وللجان في النظام الأساسي. اليوم كان الاجتماع وبكرة راح يكون في اجتماع ثاني، الأسبوع الجاي راح نشوف التفاصيل بشكل كامل للنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم. وفي بعض الأشياء مثل مسمى، بدل ما يكون مسمى الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم يكون الاتحاد السعودي لكرة القدم. يعني نشوف بعض الأعضاء، ولو ترجعون لأعضاء اللجنة اللي هي لجنة التعديل النظام الأساسي، كلهم اللي ما أخذوا أي مناصب في الاتحاد السعودي لكرة القدم كأنهم سووا لهم اللجنة هذه كترضية.
هذه لازم نذكرها، يعني اللي ما قدر يفوز، اللي ما قدروا يعطوا له رئاسة لجنة مثل الربدي، مثل المعمر، مثل دولي، عطوهم اللجنة هذه وقالوا لهم أنتم لجنة تعديل النظام الأساسي. ناخذ اتصال معنا سعيد، تفضل سعيد. سعيد مساء الخير. مساء النور، حياك الله. كيف حالك سامر؟ بخير الله يبارك فيك. نبغى اخبار حلوه وحصريه على الاهلي ان شاء الله. ابشر، بس خلينا نخلص اليوم، كان ممثلنا امس الاتحاد واليوم مثلنا اخر الهلال، ونتفرغ عاد بكره ان شاء الله للاهلي، والاهلي اموره طيبه الان، يعني بعد رئيس هيئة اعضاء الشرف الجديد والامير خالد بن عبد الله صرح اكثر من مره انه الارتباط بالنادي الاهلي مو بس منصب، الان الامير فهد بن خالد بالتزكية، يعني الامور ان شاء الله الجايه، باقي الاهلي مدرب واجانب على مستوى عالي، ان شاء الله يرجع الاهلي ويكون بطل الدوري الموسم الجاي ان شاء الله. بس انت عاد يعني ما يروح عليك، اكيد عندك شيء ان شاء الله باذن الله ان شاء الله خلال يعني عندك شيء، عطنا مدرب لاعب جديد ان شاء الله خلال اليومين الجايين. وهو كان في في بعض الاشياء ما تكتمل، عرفت سعيد؟ يعني ما تقدر يمكن تقولها بشكل كامل، يعني في بعض الامور تعرف انه في مفاوضات، مثل جريتس والاهلي، انه كان في مفاوضات بينهم، بعدين اختلفوا على عدد السنوات، الاهلي كان يبغى سنتين وجريتس يقول لا سنه واحده، وصعب اجي مثلا سنه واحده تحقق لي نجاح ولا جاي في نص الموسم تقول لا بمشي، عرفت؟ ففي بعض الامور ما تمشي، فان شاء الله خلال اليومين الجايين. بالنسبه لحمد الحمد، خلى اللي انت تنطبخ. بالنسبه لمباراه الليله انا اشوف انه يعني محسومه، يعني اوريدي يعني هلاليه، في البعض يقول لك الثقه هذه هي اللي تجيب العيد. لا يعني ثامر خليك واقع، يعني شفت بونديكور في الذهاب، يعني مو دائما يقول لك بونديكور خارج عرضه يلعب ازين من يلعب على الارض، اكيد هذا المتعارف عليه بحكم المباريات الماضيه في المجموعات. انا اشوف ان دائما في لاعب يعني مثل ناصر الشمراني موجود، فيعني ما في خوف على الهلال. طيب يعطيك العافية سعيد، وشكرا لمشاركتك. الله يعافيك، شكرا لك. عبد المجيد، اهلا وسهلا ابو رهان، حياك. وشيك زعلان؟ مساء الخير. ما احد مزعلك؟ ايه ربعك ذول يا اخي فاجئوني. منهم؟ اهلي دقوا علي. ليش؟ انت اللي تشجع، انت الهلالي ولا الاتحادي؟ لا والله انا شبابي. شبابي، كيف شفت مباراة امس؟ توقعت انك تخرج من الاتحاد؟ اي والله انا متوقع طبيعي جدا ان الشباب يطلع بدون بطوله، ولكن الحمد لله جت بطوله واحده. يعني ليش عبد المجيد، ليش ما كنت متوقع؟ وش المشكله اللي تشوفها نادي الشباب انه مثلا ما تتوقع انه ياخذ بطوله هالموسم؟ اداره، اجانب، مدربين؟ ابو نهار يعني لو نظرنا بالمنطق، الدفاع الشباب هل هو دفاع بينافس في اسيا او الهجوم؟ انا اكلمك بصراحه، هل هذا يعني فريق بنفس راسيا؟ والله لو ما طلعنا من الاتحاد البارح راح نطلع من الدور الثاني، هذا 100%. لكن ان شاء الله انها تكون خير لنا عشان نضبط الوضع، لان مشكله بطوله الملك نسيتنا الاخطاء الدفاعيه ونسيتنا العقم الهجومي. يعني اتمنى من ابو الوليد يعني يركز على قلب الدفاع، وبالذات كمان الهجوم، يعني الهجوم صراحة عندنا ماش ميح. طيب عبد المجيد، بعض الصفقات المحلية، نتكلم على انت ركزت على الدفاع، مثل سياف البيشي، يتكلم على مجد المرشدي، كيف تقيمها انت؟ والله دون متوسط صراحة، يعني مع احترامي سياف واحترامي المجد، لكن والله دون المتوسط، يعني ما طموح الشباب، يعني الشباب المفروض يكون افضل، يعني المفروض يعني احيانا مطلوب يعني يجيب محترف مثل تفريس وكمان بارتكاز، يعني زي يعني فرناندو بس كبير وخلاص، يعني راح يمشي وراس حربه، يعني راس حربه على العلم، يعني مثل اترام
ومانجا واللي راح ليك الزمن الطيبين. طيب يعطيك العافية عبد المجيد. أتمنى توفيق للهلال والثقة ترى مشكلة يعني. والهلال للمعلومية الهلال ترى أكثر خروج الهلال من آسيا على الدرة يعني خرج من المسلال وخرج من الوحدة أعتقد وخرج من الإيراني كلها في الدرة. أنا أحذر الهلال من هالنقطة. صحيح. وأشكر أبو نهار على هذا. يعطيك العافية. كلام عبد المجيد صحيح فيما يخص خروج الهلال من ملعب الملك فهد. بس ما كان وقتها سامي الجابر هو المدرب. توقع الفترة هذه الوضع مختلف. نطلع الفاصل ونرجع مرة ثانية. مستمرين معكم في برنامج الجولة. أذكركم بأرقام التواصل STC 8 3 4 8 موبايلي 630 590 زين 7 3 22 22. فولاذ الإيراني مع السد القطري. النتيجة حتى الآن في إيران 2-0 للسد القطري. هذه النتيجة قوية جدا وحلوة بالنسبة للسد لأن خارج الأرض. مباراة الأولى مباراة الذهاب اللي كانت في قطر انتهت بالتعادل السلبي 2-2. يعني خلينا نقول الدقيقة خلاص الشوط الأول انتهى على نهايته في المباراة. إذا استمرت على ما هي عليه راح يتأهل السد للدور ربع النهائي. وبانتظار إن شاء الله تأهل الهلال اليوم. ناخذ اتصال. إسماعيل. الو هلا والله. كيف الحال؟ طيب. ها بتفوزون اليوم ان شاء الله. ها كيف تشوف المباراه؟ والله ان شاء الله هي اول ربع ساعه بس نحاول نجيب هدف عشان يصير الضغط عليهم اكثر يحاول يخرجوا المنطقه وانت تستلم. يعني انا عادتي ما احب اهرج في تشكيله او في طريقه لعب مدرب لانه هناك هو فاهم ما حطوه في المكان ذاك الا فاهم. بس أتوقع إنه حيكون يعني بداية الشوط الأول روه الربع ساعة إنه حيضغط ويجيب هدف زي ما سوى الاتحاد أمس. وبخصوص جسمه برضو الاتحاد يعني أنا نفسي أعرف ليش مثل المدرب السعودي مدرب طواري يعني خالد القروني سوى شغل مع الاتحاد صراحة يعني أفضل. يعني من جد أنت إيش تبغى تجيب؟ تبغى تجيب لمورينو ولا تبغى تجيب لمين يعني في النهاية؟ تبغى تجيب مدرب أشياء ده وما أدري. طيب خلاص مو يخلوه. وإيش معنى يعني إذا تعاقدوا مع لعيبة عرب يجلس وإذا مع لعيبة عالميين يعني يمشي؟ إيش المشكلة؟ مو كلهم لعيبة يقدر يدربوا مو؟ يعني إيش العقلية هذه هم عند الاتحاد؟ إذا كانوا لعيبة عرب نخلي قروني، إذا هم مدرب لعيبة عالميين نمشي. مو تخليه مع ده ومع ده. يعني دي فرصة زي ما الهلال تسامي سنة وماشي. يعني كانت مشكلة الهلال أول لما يخرج مع المدربين شوف مع إيريك دوري وصل لدوري الأربع ما قدر على الفريق الإيراني. يعني في حاجة يمكن ما حد أنت تلاحظ إنه سامي في على أرضه تمام ما كان ما بينهزم في البطولة الآسيوية تمام وخارج أرضه بيحاول إنه يقلل قد ما يقدر إنه يستقبل أهداف. وهذه نقطة جدا إيجابية في الذهاب والإياب. صحيح. أما يما قريت شوف كيف كانت في النهاية قالي بيمشي وتقول تجيب لك مدرب أجنبي وقت الجد يقول لك أبو أمشي نفسية وعين وظروف عائلية. أنا عشان كده ما أتمنى إنه قريت يرجع الهلال البت لأنه وقت الجد تابنا ما أبغى يرجع نهائية لوش من نتائج سو بس وقت الجد ما شفت شرط. الله ان شاء الله يعطيك العافيه يا اسماعيل وشكرا لتواجدك معنا دائما. يعطيك العافيه. الله يسلمك. شكرا لك. كانيدا مدرب النصر الجديد والاتحاد القديم يقول لست دفاعيا والفرقه السعوديه ليست منظمه. محترف الهلال البرازيلي نيفيز يصرح لا تقلقوا يا هلاليين انا معكم في الموسم المقبل. هذه كانت آخر أخبارنا في برنامج الجولة وإن شاء الله سهرة كروية مع فوز هلالي يتأهل إن شاء الله سعودي للدور ربع النهائي وإن شاء الله رح نكون معكم أثناء المباراة من المدرجات في برنامج غرفة 11. تمسون على ألف خير.